أطفال مأساوي اللي موجودين كلهم خدموا غلوان. إلى الآن في أطفال يزيديين موجودين بمخيم الهول. هاي الأطفال كانت أعمارهم سنة وقت اللي أخذوهم داعش، هلا أعمارهم 9 سنين. هذا الطفل مو عارفان إنه يزيدي بالأساس. هذا الطفل إحنا شو بدنا نوصل له؟ $70,000 مقابل الخصم الأطفال، وبعدين ما أقدر أدفعها. متى كان تاريخ إرسال الصورة؟ تشرين الثاني الماضي. تمام، يعني هالأطفال لسه موجودين هنا؟ إيه موجودين. مع هذا الشخص؟ مع هذا الشخص. بأي منطقة؟ عفري.